بقيتش عارفه اروح فين يا وسيله، ما لقيتش غيرك قدامي اللي ممكن يلحقني من المصايب اللي انا فيها دي. خصالك يا سمر، يعني انت مستنيه تلفي على كل الناس دول ومحدش فيهم يقف جنبك عشان في الاخر يجي في دماغك تروحي لاختك؟ بصراحه يا سمر انا مش عارفه اقولك ايه، ده مفيش احن في الدنيا من سيله. ينفع كده؟ من الاول كان لازم تجيلي يا سمر، ولا الذل والحوجه لكل الناس دي بما فيهم جوزك ده. ما تقلقيش انا هخلص لك الموضوع ده، انا مش هخلي حد يجي ناحيتك خالص، انا في ظهرك ومعاكي. قلت لي عايزه كام الحيوانه دي؟ رويدة عايزه مني 1,000,000 جنيه. يا بنت الطماعه، 1,000,000 جنيه؟ الناس ما بقاش عندها ضمير. انا اختي تعمل فيها كده؟ الجزمه والله لا اشرب من دمها. بس بلاش كلام فارغ، انا هدفعهم لها الجزمه السافله دي. سانتا جيت مي ماي تشيك بوك اند ريسيت بوك بليز. خلاص بقى يا حبيبتي ما تضايقيش نفسك، قلت لك خلاص. انا برضو هسيب حد يجي ناحيه سمعتك وشرفك يا سمر؟ ده انا افرمها لك كده. اهو اهو، وعشان انا عارفه برضو ان انت الشابه بتاعه الكرامه اللي ما تحبيش حد يبقى ليه جميل عليكي، هديكي برضو ايه ايصال تمديهولي انت، تقومي تبقي حاسه انه دين عليكي، لا فلوس سلف ولا اي حاجه. وقت ما تبقي عايزه تسديه سدي، انا عن نفسي عمري ما هطالبك بيه، انا عاملاه عشان اريحك. شفت اختك فاهماك ازاي؟ متشكره قوي يا وسيله، انا مش عارفه اقول لك ايه. صحيح ونعم الاخت. ما تقوليش كده يا هبله. وبعدين بقول لك ايه، انت هتقعدي معايا اليومين دول انت وبناتك، لا تكوني بتفكري تروحي مكان كده ولا كده. برضو هروح فين يا حسره؟ ايوه كده، ربنا يخليكوا لبعض. انت يا حبيبتي الوصل دي، وانت يا تيكو اقعد معانا بقى، مش كل شويه تختفي لي باليومين والثلاثه. طيب يا ستي اما اشوف ام المصايب اللي عماله تتحدث علينا دي. والله المصايب اللي بتتحدث علينا اللي احنا مش طايقينها دي هي اللي جمعتنا ببعض. ينفع كده والنبي؟ انتوا عارفين القعده دي ناقصه مين؟ ناقصه احمد. هو فين احمد؟ ما انت عارفه انه وقتي مدمغه ناشفه. مسكوا دماغه فين؟ تعالى يلا خد اختك بقى فرجها على كل الاوض اللي هنا، تنقي الاوضه اللي هي عايزاها. بصي يا روحي في هنا 18 اوضه، نقي الاوضه اللي تعجبك. ايوه كده اضحكي بقى. يلا يا روحي. اوعي تضايقي نفسك يا سمور. اه يا جزمه، يعني لازم تتفضحي عشان تيجي لاختك؟ ناس غريبه بجد. اصيله يا وسيله.